موبايلك اتشرخ؟ سماعاتك باظت؟ وفطارك اتحرق؟ فاكرة ان كل ده مجرد صدفة؟ اكتشفوا ازاي ملاك وشيطان بيبوظوا اجازة انسانة معنا في الفيديو الجديد. أليس بتستعد للاجازة؟ لكن هي مش هتروح لوحدها، واضح ان الشيطانة محتاجة اجازة كمان. اجمعي حاجاتك، ومش ممكن انسى اكسسواراتي الاساسية، قروني لازم بتروح معايا. انا جاهزة ان انا اروح لمنتجع سخن. انا فعلا عايزة اجازة سماوية. كل حاجاتي دخلت في شنطة واحدة، ممكن أشيل شوية فلوس في الشنط، ومش هنسى إن أنا أجمع جناحاتي. خلاص كده، أنا جاهزة الأجازة في الجنة. واحدة بتطلع لفوق والتانية بتنزل لتحت. سيلفي في حمام السباحة. مفاجأة! أليس، أنت عبيطة قوي. أوه لا، الموبايل غطس. يا ترى هعمل إيه؟ مش بعرف أعوم خالص. أليس، أنا هنقذه. أنا محتاجة إن أنا أتعود على درجة حرارة المية. أليس، في حاجة ضايعة منك؟ روحي دوري عليها. أوه، موبايلي أهو. أوه لا، متأخر جدا. هو فعلا غرق. أنا هسمع مزيكا. أليس، أنتي لابسة سماعات؟ هاي، يلا بينا نشغلها. إيه؟ وداني يا موبايل، بطل صراخ. يا شيطانة، كفاية، ابعدي انت يا ملاك. انا اتولدت عشان اكون دي جي. سيب الموبايل لوحده. لا، سيبينا انت لوحدنا. كفاية، افتكر ان الموبايل بايظ. حصل ايه في سماعاتي؟ اتفضل ياهو. يا شيطانة، انا صلحتها. وبس، واضح اننا زودتها شوية. احنا عايشين في جو ممتاز. او لا، الرياح قوية جدا. هاها، أليس، قولي باي باي لتسريحة شعرك. او لا، شعري، شكلي بقى شبه الإعصار. ما تقلقيش، احنا هنصلحه دلوقتي حالا. لا، القرون شكلها مش حلو عليكي. ايه رأيك في البرنيطة دي؟ دي حتى أسوأ. اوه، اتفضلي، برنيطة بسيطة، دي لايقة عليكي. واو، مش وحشة. يلا نطبخ بانكيكس. أنا هعمل أجمل بانكيك شكل قلب بمساعدة ملاكي الحارس. أليس، خلي بالك، ده شغل هايل. أنتي شيف موهوبة جدا. بصي احنا طبخنا إيه يا شيطانة؟ أحسن بانكيك في العالم كله. وبس، واحدة وقعت. يو يا شيطانة، مش ممكن تكوني بالشر ده. أنتي بتبوظي هالتي. أنتي حساسة جدا. ودلوقتي حالا الدنيا هنا هتكون سخنه، كل ما النار تكون اكتر يكون احسن. اوه، افتكر ان احنا بنولع. قد ايه ده محزن. اوه لا، البانكيك اللذيذه باظت. احنا حاولنا كتير قوي، ده مش عدل خالص. اوه، الموسيقى دي مدهشه. أليس، يلا نديله شويه فلوس. المزيكا سحر. بلاش، احنا محتاجين الفلوس اكتر. شكرا. أليس، الأغنية دي جميلة جدا، خلينا نديله شوية فلوس أكتر، إحنا لازم نعمل حاجة لطيفة. شكرا أوي، غنيت حلو جدا. عمل حاجات حلوة بيحسسك بشعور هايل. وبس، أنا صرفت كل فلوسي. طيب، إنتي سعيدة دلوقتي يا ملاك؟ ممكن ناكل مزيكا على الغدا؟ أوه، يوجا. أليس، إنتي بتدوري على التناغم والتوازن؟ هنا، اهرشي ودانك. هو في دبانة هنا؟ ابعدي. طيب يلا نخلي المهمة معقدة أكتر. حاولي تفضلي متوازنة. اتفضلي، ده هيساعدك على التوازن. فيهو، ايه رأيك في ده؟ حظ سعيد. هو ده كان ايه؟
إيه الكتاب المهم ده؟ أوه، فواكه. ليه؟ طيب، شكراً. أليس كليها، الفيتامينات صحية جداً. وإيه ده؟ كيكة؟ ليه؟ يلا يا أليس كليها كلها علشان يجيلك تسوس. وأهو، أوكي، الكيكة لذيذة كمان، أنا بحبها. أنا عايزة أشوف وزني بقى كام. يا ترى الميزان بيقول إيه؟ فيهو، أنا مش قادرة أستمر في أكل كميات قليلة، ده قريب من 200. دي حاجة رهيبة. يا شيطانة، شيلي رجلك دلوقتي حالا، أنتي بتغشي. هو الميزان ده جراله إيه؟ أظن إنه بايظ. خلاص كده يا شيطانة، دي منطقتي. أوه لأ، 22. أنا حاسة إن أنا عيانة. أنتي ليه مش بتعملي أي حاجة؟ انقذي أليس. أهم جزء في الشاور تظبيط درجة حرارة المية، لكن القوة الخارقة للطبيعة هتخليكي تاخدي شاور متناقض. آه، دي سخنة جدا. كفاية يا شيطانة، انت عايزة تحرقيها؟ دي لازم تكون باردة. لا، سخنة. لا، باردة. سخنة، باردة. خلاص كده، أنا اكتفيت. ده مش شاور، ده البرزخ. انتي عملتي ايه؟ دلوقتي أليس هتكون مش نظيفة. واو، ايه الشاب الوسيم ده؟ انا لازم اتكلم معاه. وبس، المايو بتاعي. ايه التوقيت الوحش ده؟ كمل ماشي يا صاحبي، مفيش حاجة تشوفها هنا، انا غطيت كل حاجة. هاي، هو فين؟ مش لاقياه. مين شاف الموبايل بتاعي؟ هو راح فين؟ ده كان هنا في مكان. يا شيطانة، انتي بتعذبيها تاني؟ رجعي موبايل أليس مكانه دلوقتي حالا. وبس، موبايلي اهو. لكن يا ترى حصل له ايه؟ دي حاجة رهيبة. يا مسكينة، خلاص كده حياتي باظت. انتي ممكن تستخدمي تليفون عادي. أنا هبدأ أجري دلوقتي. هايل، حاسة فعلا بعضلاتي وهي بتنمو. جري حلو يا أليس. طب لو زودنا السرعة؟ أوه، ده سريع جدا، مش قادرة أكمل. يا شيطانة، أنتي بتعملي إيه؟ أنتي هتموتيها بدري. قلليه. إيه؟ أليس اتصرفت مع المشكلة لوحدها. هي بتعمل إيه؟ التمرين انتهى، أنا بس بجري عشان فيد الانستجرام. وقت الغسيل. لكن الشيطانة عايزة تساعد في شغل البيت. أنا هزود درجة الحرارة، هتكون سخنة هنا زي العالم السفلي. هدومي؟ حصل إيه؟ دول بقوا صغيرين، دلوقتي أنا لازم أعمل دايت. آه، حظ سيء. كشك تصوير فوري؟ هايل، أنا هتصور شوية صور ظريفة. ابتسامة، جمال، سعادة، دي الطريقة اللي طلعت بيها. هاي، مين الاتنين اللي في الخلفية دول؟ مفيش أي حد هنا، دي حاجة مخيفة. كائنات خارقة للطبيعة بوظولي صوري. التنظيف بيحسسك إنك كويسة جدا لما بتكوني حاسة بشعور وحش. أنا هستخدم الفوطة الحلوة. فين الروب بتاعي؟ ايه؟ ده مش نضيف خالص. مين عمل ده؟ انا لازم انضفه. يا شيطانة، مفيش عندك حاجة تعمليها غير التصرف بالشكل ده، الكارما هتنتقم مني. انا حزينة جدا، ده شعور رهيب. أليس ماشية، الاجازة خلصت. هي يا ملاك، ما تعيطيش، اتفضلي امسحي دموعك.
هتحسي بتحسن دلوقتي حالا. ودلوقتي بصي بصة قريبة. ايه ده؟ تذكرة طيارة؟ اوه لا، انا بوظت كل حاجة. ايه اللي حصل للتذكرة بتاعتي؟ اوه لا، يايكس، انا لازم اقعد. هي الرحلة اتلغت؟ احنا هنفضل. هي شكرا ليك يا شيطانة. عجبكم الشيطانة والملف في الأجازة؟ قولنا في التعليقات إيه اللي حبيتوه أكتر؟ مقالب الشيطانة ولا مساعدة الملاك؟ وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش أي فيديوهات مضحكة جديدة من تروم تروم.